والمزيد معنا عبر سكايب من مقاطعة سان بوي في برشلونة الدكتور عصام داود، وهو مؤسس منظمة هيومانيتي كرو. أهلا بك دكتور عصام. دكتور عصام، هل يمكن القول بأنه خطة هذه الحصص التي وضعها الاتحاد الأوروبي بخطر؟ ما بعرف إذا هي بخطر بسبب الخطة اللي عم تعملها هنغاريا، بس بتخيل هنغاريا والمجر عم تعمل اللعبة اللي عملتها تركيا بالسابق، ومفهوم انه في ضغوطات عم بيصير على الاتحاد الاوروبي، والهدف انه ياخذوا مصاري. للاسف المجر زي ما ذكرتي سابقا هن راح ياخذوا 1300 حالة لجوء لازم يتم توطينها في المجر حسب الخطة تبعت الاتحاد الاوروبي، ومع هذا عاملين حملة شرسة بشكل مخيف، فيها نوع من الإسلاموفوبيا اللي حتى عم بطرق مع إعلانات كبيرة على الشوارع اللي بيقولوا إنه زاد عدد الاغتصاب في هنغاريا من وقت ما اللاجئين فاتوا على هنغاريا، مع إنه اللاجئين بس مروا في هنغاريا. طيب، والعدد الذي ذكرته، يعني احنا ذكرنا بين 1300 و2000 شخص فقط للمجر، وبالتالي السؤال الآن إذا قامت بمثل هذه الحملة والهدف الرئيس هو الأموال، كيف لها أن تواجه شعبها إذا ما صح التعبير بعد كل هذه الحملة، بحال فعلا وصلت إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي؟ هو الكذبة واضحة، ساعتها بيجي بيقولوا احنا راح ناخد فقط 1300 حالة، او يبيضوا صورة الحالة، او يقولوا ايش اخذوا مقابل الشراكة، لانه ما مطلوب منهم كتير. المجر في الفترة الاخيرة مش بس حطوا قوات حرس حدود، وانما كمان الشعب نفسه اشترك كان معن كلاب، وكانوا يركضوا وراء اللاجئين في الغابات زي كأنه كانوا يصطادوا حيوانات. للأسف الوضع اللي حطته المجر في الفترة الأخيرة هو غير إنساني نهائيا للحالات اللي عم نشوفها والمعاناة، وما مطلوب منهن كتير، وإنما كل الخطة اللي عملها رئيس الوزراء فيكتور أوربان هي فقط حسب رأيي هي لحسابات شخصية وحسابات سياسية قبل الاتحاد الأوروبي، ما إلى علاقة في حقوق الإنسان. نعم. في شهر 9 2015 65% من المجريين صوتوا مع استقبال اللاجئين، اليوم إحنا عم نحكي على 35% فقط، وحتى أقل حسب الإحصاءات الأخيرة في الاستطلاع الأخير اللي عم بيتم حاليا. طيب دكتور عصام، يعني الاتحاد الأوروبي يتعرض لضغوط كثيرة، إن كان استمعنا اليوم إلى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الآن المجر تنتفض على ما اعتبروه أنه نوع من المساس بالأسس الرئيسية للاتحاد الأوروبي، هل ما تتعرض له أو يتعرض له الاتحاد الأوروبي سينعكس مباشرة على اللاجئين أو لا؟ يمكن أن نضع هذا الملف بعيدا عن التزعزع إذا ما صح التعبير في الداخل الاتحاد الأوروبي. للأسف ولا حالي ولا أي شيء عم بيصير في الفترة الأخيرة عم بأثر على اللاجئين، لأنه الوضع سيء جدا. احنا عم نشهد لعبة كبيرة، عم نشهد اكبر تجارة بشر في السنوات الاخيرة، او نقدر نقول حتى في تاريخ الانسانية، تم تجارة في اكثر من مليون شخص، اكثر من مليون شخص هارب من الحروبات عم بيتم التجارة فيهم. تركيا اخذت 6 مليار دولار عشان توقف اللجوء لاوروبا، اللي نفسها اوروبا مضت على اتفاقية استقبال اللاجئين وحقوق اللاجئين. عم نشوف لعبة واحدة كبيرة، عم بنحط كثير اموال. اليونان اخذت اكثر من مليارد يورو فقط لاستقبال اللاجئين، وحالات احنا موجودين في المخيمات، المخيمات ما ممكن فيها حتى اي كائن حي يعيش فيها، بنقصها كل الامور الاساسيه للحياه، ما عم نحكي على خدمات نفسيه ولا عم نحكي على شغلات اللي هي، عم نحكي على شغلات اساسيه من 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 مراحيض، من خيم. احنا حاليا جايين على فتره الشتاء، انا ما بعرف كيف أكثر من 70-80 ألف لاجئ راح في اليوناني يقدر يقلط هاي الفترة، وكل هذا اللي شايفينه مسرحية واحدة كبيرة. نعم. اللي فيها ببين الاتحاد الأوروبي إنه هو منيح وفي ناس اللي هن عطلين، بس في الآخر الإشي ما عم بيأثر ولا في أي طريقة على اللاجئين، لأنه هن وضعهم سيء وراح يضلوا سيء للأسف زي ما إحنا شايفين حاليا. من برشلونة الدكتور عصام داود، مؤسس منظمة هيومانيتي كرو، شكرا جزيلا لك.